بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله لا يزال التمر هو الغذاء الاكثر فائده للانسان لا يزال العلماء يكتشفون حقائق وفوائد جديده في هذه الثمره المباركه ثمره النخيل او التمر دعونا نتامل ماذا كشف العلماء حديثا وكيف ان هذا التمر ليس فقط هو غذاء بل هو علاج ايضا لكثير من الامراض دعونا نتامل طبعا يقول الباحثون ان مزيج التمر والعسل والمصنوع كماده عجينيه يمكن ان يعالج الاسهال عند الاطفال ويعالج الزحار بشرط ان يعطى ثلاث مرات في اليوم كذلك فان التمر هو غذاء مناسب للمولود الجديد سبحان الله، لأن السكر الموجود في التمر يعتبر من أفضل السكاكر امتصاصا وهضما وسهل الهضم بالنسبة للكبار وبالنسبة للأطفال، سبحان الله. طبعا هنا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر، ولذلك يؤكد علماء الغرب اليوم أن الصوم الفعال يجب أن يكون على الماء والمواد السكرية الطبيعية. وطبعا من افضل هذه السكريات هو التمر. هناك ابحاث ايها الاحبه ايضا تؤكد ان التمر يعالج السرطان. يعالج امراض الكبد، يعالج اضطرابات الهضم، تسوس الاسنان ايضا سبحان الله. ماده غذائيه للرياضيين للاصابات الرياضيه يعالجها لما فيه من تشكيله كبيره من المعادن والفيتامينات. ومواد ويعني اشياء لم تكتشف بعد سبحان الله. لذلك ننصح كل انسان ان يحرص على تناول حبات من التمر ولا ننسى ان الله تعالى ذكر هذه التمور هذا هذا النخيل في القران. سبحان الله يقول عز وجل: "وجعلنا فيها جنات في الارض يعني، وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون صدق الله العظيم حتى يتبين لهم انه الحق